استاذه هند، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب يا عم الشيخ. وكل سنه وحضرتك طيبه وبصحه وسلام يا فندم. الله يخليك. انا كنت عايزاك الاول تدعي لي ان ربنا يفك كربي ان شاء الله ببركه هذه الايام المباركه. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليكي ويفتح عليكي ابواب الخير ويشرح صدرك ويريح بالك ويزيل عنك همك يا رب. اللهم امين اللهم امين. اتفضلي. اه انا بس بطمع يا استاذه هند بس ان انت حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون لو تكرمت. حاضر حاضر يا عم الشيخ. اتفضلي. ازاي استشعر ان ربنا قبل مني صيامي؟ يعني انا بصوم دلوقتي علشان احنا بنصوم دلوقتي. طيب ازاي بقى اعرف ان ربنا قبل الصيام مني؟ طيب ده سؤال حضرتك. أيوة. وسؤال حضرتك منطبق جدا جدا، او ده احد المشاكل اللي عندنا بسبب عدم استشعار سلام المحبه. استاذه هند، لازم تعرفي ان عبادتك دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها وسيله عشان تكوني انت على وصال مع الله، على محبه مع الله. العباده دلوقتي حضره النبي قال عن الصلاه ايه؟ صله بين العبد وربه. وقال حضرة النبي فيما روى عن رب العزة عن الصيام فإنه لي. فالأساس إن العبادة جاية عشان تخليكي في وصل مع الله، فأنت عليك إن أنت تنشغلي بما هل ربك يرضى عنك ولا لا. طب متى ترتاح إنه لا يرضى عنك؟ كلما فعلتي بعد العبادة عبادة وتعلق قلبك بالعبادة، فما بقيتيش قادرة تسيب العبادة، وبقى قلبك متعلق بالعبادة، وبقيتي تحب العبادة، والعبادة بتخرجك من إن من ضيق التفكير في الدنيا إلى ساعة التفكير في حضرة مولاكي. آه كده يبقى العبادة مقبولة، يبقى علامة العمال علامة قبول العبادة. لكن مش هيجيلك وحي يقولك إن العبادة قبلت، لكن هيجيلك وصل يقولك إن أنتي حققتي المراد والمقصد من العبادة. إيه المراد والمقصد من العبادة؟ أن تظلي مع الله، أن تنظري إلى الله في كل شيء، أن تقبلي على الله ولا تنقطعي عن الله، أن تحسني أخلاقك لأن الله يحب مكارم الأخلاق. هو ده. إذا أنت عملتي ده يبقى عبادتك مقبولة. إذا العبادة بتاعتك حسنت أخلاقك، إذا العبادة بتاعتك داومتي عليها، إذا العبادة بتاعتك أصبحت تحس بشوق إلى هذه العبادة، إذا العبادة بتاعتك يسرت عليك حياتك، أنت مقبولة العبادة. هكذا تبقي مقبولة العبادة يا أستاذة هند.